الميك اب الناري اليوم مع الجميلة فوز ارتست كاجها ينن. والله محظوظين الرشايدة فيها هي وفوزية رشيدي ايضا الديزاينر اللي راح تلبسني اليوم نفنوف العروس في جلسة تصوير نارية. ترقبوها بحط لكم اكاونتاتهم الحين هجوم. طلعنا أنا ومريومة وكاميلة من الطبيب، خلي أوريكم العلاج اللي عطوني إياه. حق كحة كاميلة اسم اللي عليها، فيها كحة قوية مع تكرمون بلغم بالصدر، فعطوني هاني. شوفوا نوع العسل اللي عطوني إياه، قالوا لي وايد زين حق كحة الأطفال، لأنه ما يرضون يعطون أطفال مضاد حيوي بهالعمر الصغير. كاميلة عمرها تقريبا 3 سنوات، بتكمل 3 سنوات لح ما كملت، بس عطوني هالعسل قالوا لي حق الأطفال وايد زين. يعني شوفوا إنه وصفة طبية، عرفتها؟ قالوا لي وايد زين للأطفال، وما أدري منو من الأمهات جربتها حق أطفالها، بس الدكتورة كانت بريطانية.
فقالت لي احنا ما نعطي أدوية حق الأطفال بهالعمر 2.5 3 غير هالعسل للكحة. Thank you.